صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة من فقرة الرياضة بدنيا دنيا، معكم مدربة لوسين، واليوم معنا مريانة. صباح الخير مريانة. ومعنا اليوم ضيف مميز بالحلقة، نادر زقيبة. صباح الخير نادر. صباح الخير. طبعا كوتش نادر بطل وعنده ميداليات ذهبية بالركوب الدراجات الهوائية بالخارج، زيي بالضبط. يعني أنا إذا بركب بسكليت يمكن أوقع، صح؟ أنا متعودة على الاندور سايكلينج، بس اليوم رح يشاركنا وبالحلقة وإن شاء الله تستمتعوا معنا. طبعا احنا بنجهز البايكات على حسب طول الرجلين، المعده جوا، بنطمن من عند الورك، بنمسك البايك من هون، رح نبلش نحمي. اهم اشي الجير على البايك يكون مش كتير تقيل ولا كتير خفيف. رح ندفش بأصابع رجلينا ونسحب بكعب رجلنا. اوكي، نزيد شوية جير فوق، ايدينا على البايك، كتافنا مرتاحين. اهم شيء ما نشد على كونا، خليكم انا مرخيين. هلا طريقنا مستقيم دغري، ما في طلوع، الطلوع بعد شوي. اوكي، نزيد شوية جير لفوق. أهم إشي ما يكون كتير رجلينا تقال من أولها، لأنه جسمنا لسه مش مهيأ للحصة. نحمي العضلات الكبيرة والصغيرة برجلينا ونحاول نطلع نبض القلب شوي شوي. برافو. هلا نحاول نأسرع شوية، نطلع بالجير لفوق، إيدينا هون ريسي. بالنسبة للريذم راح نشغل رجلينا يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال. كتافنا مرتاحين، ظهرنا ستريت. 4 3 2 1 نرجع لرايد ايزي، نرجع نريح، ننزل شوي صغيرة بالجير لتحت. هلا نفكر كيف بدنا نلف رجلنا بحركه دائريه، ندفش باصابع رجلينا ونسحب بكعب رجلنا. الركبه لازم تكون خط مستقيم مع اصابع رجلينا، ما تكون كثير مفتوحه لبرا ولا كثير لجوا. هلا رح نمشي يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال. نطلع بالجير شوي لفوق، رح نضل رايد ايزي. فريق اللي معي تمام؟ تمام. طبعا احنا دائما بنتخيل حالنا بطريق خارجية، فاليوم طريقنا من البحر الميت لعمان. خلصنا عملنا رحلة بالبحر الميت، هلا طالعين على عمان. فطبعا طريق البحر الميت لعمان شوي طلوع، فرح نبلش نطلع بعد شوي بس نهيئ جسمنا للحصة. اوكي، نطلع بالجير لفوق، نمشي ريسي، كتافنا مرتاحين، وركنا شوي راجع لورا. نفسنا بدا شوي صغير يتعب، حاول ننظمه. نرجع لرايد ايزي، ننزل شوي صغيرة بالجير، نعمل شيكينج لإيدينا، نعمل رول لكتافنا، ناخذ نفس، نطلع ستريتش، نرجع رايد ايزي كمان مرة. فكر كيف بدنا ندفش بأصابع رجلينا ونسحب بالكعب. نزيد شوية جير يمين شمال يمين شمال يمين شمال. اوكي، رح ننهي الوارم اب، جير اب كمان، نمسك ريسينج لخط النهايه. هلا رح نسلم نادر، رح نبلش طلوع. يلا جهزوا حالكم. جاهزين. هذا اطلوع
زيد الغيار شوية، شي بسيط شي بسيط، مشان بدنا نقوم على الدراجة كمان شوي. يلا قوم على الدراجة، وانت طالع خلي جسمك شوي يروح يمين شمال. خذ نفس عميق، هاي الطلعة بتساعد عملية البط، بتشدها البطاط والفخاذ برضه بتساعدهم على تقويتهم. الطريق بدأت تصعب. بدأت تصعب نعم. هلا كمان شوي راح نريح. هلا خلينا نقعد على الكرسي نريح. نزلي الغيار شوي. برافو. طبعا نفسنا لما يتعب شيء كويس. نعمل نحط غيار لفاتنا الار بي ام لازم تكون شوي سريعه. يعني تقريبا في الدقيقة 90 لفة في الدقيقة. بس نحس حالنا ارتحنا شوي. برضو كمان مرة فك الغيار شوية، قوم عن الدراجة. كل ما تقلنا الجير أكثر الطريق رح تصعب أكثر طبعا. نعم. حركة رجلينا لازم تكون مع البيت، يمين شمال يمين شمال. طبعا أنا عم بشتغل شمال يمين، بس بالنسبة لكم رح يكون العكس. هاي الطلعات بتساعدك كثير، ماخذين لأنه الدراجة بس مجرد الجرين، بالعكس تقوية عضلات الظهر المعدة، وأهم شيء تقوية عضلات القلب. بدها لياقة بدنية عالية أكيد. كل ما تمرنت كل ما استمر بالتمرين اللياقة ترتفع، التنفس عندك بصير أفضل، كل ما استمرت بالتمرين دقات القلب بتنخفض عندك، فمعناته هذا أنت في عندك تحسن في التمرين. تعبت شوي؟ لا تمام. ها ماريان شوية تعبنا شوية تعبانين. برافو. خلينا نقعد نهدى شوية على الكرسي، غير خفيف. لما نقعد على الكرسي ننزل الغيار، معناته الأرض نعم. شوية صارت مستقيمة شوي. نعم. نفسنا عم بيصير ثقيل. نعم. دقات القلب عم ترتفع شوي. بس هلا مع الغير خفيف تنزل دقات شوي نرتاح. جهزوا حالكم، جت طلعة قوية. هاي الطلعة أقوى. معناته بدنا نلف رجلينا، نجير على رجلينا، نزيد شوي غيار أكثر من أول. نقوم على الدراجة. برافو. كتافنا مرتاحين، وزن جسمنا لورا. معدي جوا عشان نحمي ظهرنا. نحاول ننظم نفسنا قد ما نقدر.
لسه مطولين لنوصل عمان صح نادر؟ لسه في حوالي 20 كيلو. 20 كيلو سمعتوا؟ شوي بدنا نطول فيها شوي. حاول ما نشد على كوعنا واحنا على الدراجة. حاول نزيد جير أكثر هلا. زيدوا كمان. الطلوع عم بيصعب. نفس. قربنا نخلص. تمام. نقعد. أربعة. ثلاثة. اثنين. تحت. كيف التعب؟ تمام. بعدنا على الطلوع رح نحاول انه نخلي نفس الجير على رجلينا. رح نطلع جبل اعلى من التله اللي كنا فيها. اعلى من الاول. شوي رح يكون الشارع خلينا نقول مش مزفت. الشارع وعر شوي. لا صعب. الحد شوي عالي كمان. حد شوي عالي فيه معناته بدنا نحاول انه نزيد المقاومه اكثر. نعم. رح نحس انه النبض ارتفع. نبض القلب ارتفع. تنفسك صار بزياده اكثر شوي. وركنا لورا. نزيد كمان جير بليز. حاول هلا ايدينا يطلع لفوق. قدامك لقدام للقدون. امسكي من الامام. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. نهدى. جرينا تقال. نبض قلبنا عالي. رح نقعد نزل جير شوي. جايين على ثلاثة طلعات قوية. ثلاث مراحل. رح نبدا باول وحده. جاهزين؟ جاهزين. نطلع بالجير لفوق. كتافنا مرتاحين. حاول نمشي برجلينا مع الموسيقى. كمان لفه. هلا ايدينا بدي يروحوا لقدام وركنا برجع لورا. كتافنا مرتاحين. تمام مريانا؟ ريدي؟ بدنا نطلع نادر جير قوي. ليتس جو. وركنا لورا. رجلينا شغالين مع الميوزك. أربعة، ثلاثة، اثنين، زيد كمان. نفسنا عم بتعب. بس عندنا كمان لفة. هلا بدنا نقرب وزننا لقدام. زي كأنه عم نعمل أتاك على الطريق بجسمنا. بنحاول نقاوم. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. نهدي. نرفع صدرنا لفوق. ركبنا خط مستقيم مع أصابع رجلينا. نحاول نهدي نفسنا. شوي صغيرة بس. نزل الجير شوي. هنقعد. ضايلنا 10 كيلو تقريبا. تقريبا 5 كيلو جولة. 5 كيلو جولة ثانية. طبعا احنا بسباق هلا وقدامنا في دراجات كثير امامنا. نطلع لهم. نحاول نطلع لهم. فهذا بيعطينا بوش اكثر انه نشتغل اسرع. نعم. زيد الجير. yeah. ايدينا لقدام. جهز حالنا للطلوع. أربعة، ثلاثة، نطلع بالجير. ستاند. yeah. جو. انت طالع خذ نفس مشان تريح القلب.
زيد جير، زيد جير كمان لفوق. طبعا كل ما زدنا الجير كل ما كان الطلوع اصعب. نعم. شدي على رجلينا وتعب على القلب. زيد كمان جير. اتاك. جسمنا لقدام. يلا يلا قربنا نطلع عنهم. قربنا نطلع عن اول فريق. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، ريح. نفس. طبعا هم صاروا ورانا، فهلا بنريح شوي. ضايلنا تحدي واحد. كمان فريق. بدنا نحاول نوصل له. نخدعهم شوي إنه تعبانين ونشد ونطلع عنهم. ننزل بالجير شوي ونقعد. ركز على حركة رجلينا. زيد شوي صغيرة على التيرن. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. نمسك إيدينا عند الريسينج. برافو. تحدي واحد. جاهزين؟ جاهزين. يلا نطلع بالجير. Here we go. عينينا على الطريق. ما تطلعش الله على الخلف. أربعة، ثلاثة، اثنين، جير أب. يعني الطريق عم تصعب. نعم. قربنا على السابع. لا 5 كيلو. أوكي جير أب، جير أب. أتاك. وزن جسمنا لقدام. نفس. أربعة، ثلاثة، اثنين. قربنا نوصل. بدي اياكم تقعدوا. نزلوا شوي صغيرة. ايدينا باور هون. رجلينا تقال. قربنا نوصل الفريق الثالث. قبل ما يدخل النهاية. احنا جنبهم. يا بدنا نحاول نسرع. شد على رجلينا شوي. اسرع. قربنا على خط النهاية. نقدر نطلع ورانا ونشوفهم قديش هم بعاد عنا. خلصنا. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. فزنا نادر؟ فزنا، جبنا الأول. يعطيكم العافية. رح نهدي شوي نبض القلب ونريح رجلينا. فرح ننزل الجير لتحت. إيدينا هون. خلي نبض القلب يهدى شوي. خلي رجلينا بطيئين. ناخذ نفس. كمان مرة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة اليوم واشتغلنا كثير منيح قوي. نشوفكم إن شاء الله بحلقات جاية. شكرا مريانا. شكرا كوتش نادر. أهلا وسهلا فيك.